طب هل يعقل يعقل نعمل طاجن مسقعه بس كده وما نعملش منه حاجه تانية؟ لا، ده احنا لازم نعمل منه شويه مسقعه بالبشاميل. بالبشاميل يعني لحمه مفرومه، لحمه مفرومه عندنا هنا عصجناها، واحنا قلنا المقادير البشاميل صح، وانتوا خلاص عرفتوا. كل معلقه زبده قدامها معلقه دقيق، قدها لبن، ونزيد عليها كوبايه كمان بس كده. اه شفت السهوله، نعمل شويه بشاميل سريع جدا جدا جدا. ماشي، وكمان واحنا بنعمل البشاميل هقول لكم على شويه سلطه. بس احنا قلنا المقادير في الاول، هنعمل شويه سلطه كمان حلوه جدا، بس لما ايه يعني يبقى تمام عندي البشاميل. ايه بس ايدي فيه بقلبه اهو، تمام خلاص احنا حفظنا، بنقلب كويس جدا. ماشي، هجيب لكم انا ويسكي سيليكون عشان عارفه الصوت بيضايقكم، بيضايقني انا كمان. المره الجايه المره الجايه طبعا، وحفظا على صحتنا من وصحه حلالنا. ماشي، طبعا انا عارفه دلوقتي تتوطوا الصوت يعني. اهو خلاص، انا طبعا طبعا عشان البشاميل اتاكد ان هو تمام معايا، بشم ريحه الدقيق كده طلعت. لما اشم ريحه الدقيق كده طلعت، يبقى ايه الدقيق بتاعي استوى مع الزبده والسمنه، وده طبعا اللي بيدي البشاميل بتاعي طعم حلو. احط هنا لبن. ايه ده عندنا؟ ماشي، شكرا يا فندم. احط هنا لبن. ماشي، شايفين يعني، ربنا يخليك يا شيف سعيد. طبعا طبعا منورني ومشرفني في مطبخي، دايما دايما منتجات عبور لاند اللي انا بثق فيها جدا وبستخدمها في كل وصفاتي. وطبعا زي ما قلت لكم، دايما نبص على صحتنا في العلبه دي اهي، التتر باك، تمام اهي. دي معناها يا جماعه ان اهو ماشي. انا تمام كده اهو، تترا باك دي معناها ان صحتك في العلبه دي. طبعا لبن حليب كامل الدسم من عبور لاند، احط حبه واقلب. ماشي، ما احطش تاني غير لما الاقي كله بصوا عمل زي العجين. ما على فكره سهل جدا زي ما قلت لكم، ولا بيحتاج ابدا ان انا اطلع الهاند بلندر عندي، ولا بيحتاج ابدا ان انا اروح ضربه في الخلاط، مفيش اسهل من كده. واحده واحده بصوا، ولا بيخرز معايا ولا اي حاجه. طبعا انتوا عرفتوا، بس عشان انا بتسيل كتير قوي على البشاميل وطريقته وكل حاجه، فانا ببقى حريصه جدا يا جماعه ان انا اعمله في كل مره يبقى فيها بشاميل. واقول الو يا سما. الو، ازيك يا سما، عامله ايه؟ الحمد لله، صديقه البرنامج يا جماعه. يا حبيبتي وانا كمان، عامله ايه اخبارك؟ انا الحمد لله، اخبار حضرتك؟ انا حلوه يا حبيبتي. طبعا انا عارفه يا سما، صدقيني، ومبسوطه جدا جدا بمتابعتك يا حبيبتي. بتحبي المسقعه؟ اه بحبها جدا. بتحبيها اللي بلحمه مفرومه ولا العادي اللي هي بفلفل حار بقى وكده ومشطشط وجنان؟ لا، بالفلفل الحار طبعا. بالفلفل. انت كده ايه، صاحبتي وصديقتي وايه. وجميله. ماشي يا حبيبتي، مبسوطه جدا بمكالمتك دايما يا سما، ربنا يخليكي دايما، وتكلمينا وتصبحي وتمسي علينا. كنت عايزه اطلب من حضرتك طلب. اتفضلي. ان استدعي لي ان ربنا يحقق لي حلمي واللي انا نفسي فيه. يا حبيبتي ربنا يديكي سؤال قلبك لو ربنا عايز كده. دايما يا جماعه لما ندعي نقول يا رب ادينا اللي احنا عايزينه لو انت عايز كده. مش يعني ربنا دايما ممكن يكون بيمنع عننا شر احنا فاكرينه انه هيبقى خير كبير قوي وعظيم قوي قوي، ونفضل نطلبه من ربنا نطلبه من ربنا، بس ده ممكن يكون لينا شر واحنا مش عارفين. فدايما ندعي الدعوه الحلوه دي، يا رب اديني اللي انت عايزه من ايدك. وطبعا اتمنى امنيتي، بس اقول لو انت شايفه خير ليا. اهم حاجه ربنا يكون شايف هو يعني اكتر وادرى، وهو اللي بيرتب لنا كل امورنا. فلازم ندعي الدعوه دي، يا رب ادينا اللي احنا عايزينه لو خير لينا وطوع مشيئتك. بس حبيبتي ربنا يحقق لك كل احلامك لو هو عايز كده. خلاص، هنا البشاميل اللي برجعه، انا مش عايزه كتير، اروح احط له ايه، شويه ملح، شويه فلفل اسود، وخلاص على كده تمام. عندي هنا بقى، تعالوا نقول مقادير سلطه ال بتنجان الحلو ده. ماشي، للناس بتوع الدايت بقى واللي عايزين ياكلوا اكل دايت وعايزين يستمتعوا بيه كمان، فوائد البتنجان. هقول بقى سلطه البتنجان بالجبنه الفته بتاعه عبور لاند،
هنعمل ايه؟ هنستخدم بتنجان كبير اهو مقطعينه شرايح طوليه، شايفين؟ وسايبين ايه العظمه اللي فيه اللي هو القشر بتاعه. هنحتاج زيت زيتون، طماطم، ممكن طماطم شاري او طماطم سان دراي توميتو اللي هي طماطم مجففه. هنحتاج جرجير مفروم، طبعا جبنه عبور لاند، في الفته مقطعه مكعبات، وهنعملها دريسنج حلو قوي عباره عن ملح، فلفل اسود، خل، بلسميك، زيت زيتون. بس كده، بس كده. عندي هنا ايه الجريل بتاعتي، ماشي، اروح حاطه زيت كده، وانا عندي هنا البشاميل كمان، حاطه زيت ماشي، واروح مشوحه عندي البتنجان تشويحه سريعه كده اهو، مش هياخد معايا حاجه خالص، ماشي ماشي. مش عايزه اقول لكم السلطه دي حلوه جدا جدا ومنعشه قوي قوي في الصيف، وهتعجبكم قوي. هي ميكس كده ما بين، انا بس بدلها ايه لون، ميكس ما بين، الا هنا خلاص البشاميل بتاعي بيربط عشان هم حابه اقول ايه. ميكس ما بين ايه بقى يا جماعه؟ ميكس ما بين الا بتنجان و الجبنه مشي والجرجير، فهتنبسطوا قوي قوي بطعمه ومنعش جدا وجميل. مشي خلاص، انا عندي هنا البشاميل ربط لان انا عامله كميه صغيره. ونقول الو يا استاذ محمد. هلو فراو فيبان، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله، ربنا يكرمك يا رب. انا في رابعه كليه ألسن قسم المان، وحضرتك معلش قولي لنا كده الاطعمه والمهمه في الامتحانات بعد اذن حضرتك. بص عليك وعلى السمك، التونة، المكسرات اللي هي اللوز والبندق والكاجو والحاجات دي كلها، الموز والبيض، وطبعا اللبن، وطبعا تاكل أكل صحي، مهم جدا جدا جدا، ماشي، وتاكل أكل صحي ده مهم جدا جدا، ما تاكلش أكل دسم وتقيل، فيحصل لك إن أنت هتبقى عايز طول الوقت تنام، وطول الوقت معدتك مشغولة ب الاكل، والدم على طول متوجه للمعده علشان يهضم الاكل، فتحس ان انت على طول كسلان وعايز تنام. اهم حاجه ناكل اكل صحي ونتبع في اكلنا الحاجات اللي هي غنيه بالاوميجا 3 لان دي بتعزز القدرات الدماغيه، كمان ناكل الحاجات اللي هي صحيه، خضار بقى، ونشرب ميه كتير على قد ما نقدر، نبعد عن الكافيين. تمام، عايزين نشوف في الفرن، بس انا خايفه اسيب ده يتحرق. نبعد عن الكافيين يا جماعه، لانه يعني في ناس تقول لك انا بذاكر، اشرب قهوه قهوه قهوه، اشرب مش حاجات، دي حاجات مضره جدا كترها. لكن طبعا ما فيش مانع من كوبايه قهوه في اليوم، ماجنس كافيه، الحاجات دي كلها لا ما اقدرش اقول لكم عليها لا، وربنا ينجحك ويوفقك، ويا رب كل يا رب ايه ينجح وربنا يوفقه، وبالتوفيق لينا كلنا ان شاء الله ولكل اولادنا واخواتنا. بصوا اهو شايفين الجمال، هطلعه بقى في طبق مشي ويبقى تمام كده معايا. قبل ما اطلعه في طبق هفرش الطبق ده ايه بقى حلاوته كده، بيه مفروش بالجرجير اهو، شايفين الجرجير، كل جرجير كتير يا محمد، كل خضار، كل الحاجات دي كلها مفيدة جدا جدا، ابعد عن التكاوي، كله طبعا حاجات ودهون كتيره تحتاج هضم وقت كبير، فبيحصل ايه زي ما قلت لك، اه طبعا. والمكسرات زي ما قلت لك، نفرش ده كده بقى ماشي، ما اخدش معانا وقت خالص، ونعمل له الله على لونه، ايوه شايفين اهو، بس نقلب دي كده عشان نديها ايه شكل حلو اهو، ونجيب ده كمان معانا اهي. تعالوا بقى احنا كده خلصنا شوي، هقول لكم بقى هنعمل البشاميل ونرجع تاني لما كنا بنعمل السلطه. انا عندي هنا بقى ماشي، انا عندي هنا الطاجن بيدخل الفرن، طبعا اول حاجه هروح مرصصه فيه ايه، هروح مرصصه فيه باذنجان. ونقول الو يا ام مرام. الو، ازيك حبيبتي، عامله ايه؟
عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله وبخير، انت عامله ايه اخبارك؟ كويسين والله الحمد لله. يا حبيبتي يا رب دايما. الله يخليكي. قولي لي انا فضل. جربت البسبوسه وجربت الكريم كراميل اللي طلع تحفه صراحه، تسلم ايدك يا حبيبتي. الف هنا وقال وتسلم ايدك بجد، وفرحانه جدا جدا ان الوصفات بتنفذوها وبتطلع معاكم مظبوطه جدا. طبعا يا حبيبتي ده عشان انت شاطره. الله يخليك الله يخليك. طبعا صغيره عايزه اتكلمي. طبعا طبعا اتفضلي. الا يا روحي ازيك يا مرام، عامله ايه؟ شفتوا النصيحه ام مرام، يبقى دي مرام. الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. انت حلوه؟ طيب يا حبيبتي مبسوطه جدا ان انا سمعت صوتك. ممكن عايزه طريقه التورته. التورته مره واحده. حاضر، احنا هنعمل لك احلى تورته عشان خاطر مرام. يا رنا اكتبي تورته، تورته عشان خاطر مرام. بصوا، بعد ما حطيت البتنجان ومرام بتكلمنا وام مرام، هنا لحمه مفرومه زي ما انتم شايفين، جميله كده متعصجه، وطبعا معصجينها بشويه بصل، ماشي، فصين ثوم، خلاص، وعليهم ايه؟ وعليهم بقى المقادير بتاعتنا، التوابل اللي هي ملح وفلفل اسود، جوز الطيب وقرفه، وطبعا ايه؟ رشة بابريكا، ماشي، وطبعا حبهان، ورق لورا، الحاجات دي كلها بتخلي العصاق طعمه تحفه. واحط اهو، مش عايزه اقول لكم الطاجن ده وهمي. طبعا انا ايه الاول بنبتدي بدي وبعدين بنزهق نروح مشغلين بايدينا على طول علشان الوقت. وانتوا مش غربه بقى يا جماعه، انتوا اصحاب بيتي اهو. خلاص اهي حطيت عندي البتنجان، ماشي. هحط ايه بقى دلوقتي؟ هحط البشاميل، ممكن احط رق كمان لحمه مفرومه ما دام عندي كتير، احط كمان رق لحمه مفرومه اهو، شايفين؟ مش عايزه اقول لكم بقى، في ناس بتقلي البتنجان في سمنه، انتوا متخيلين لما بيكون باللحمه المفرومه دي؟ انا ماليش علاقه بيهم. يعني لحسن تزعلوا، لا يعني طبعا كتير قوي ان احنا نقليه في سمنه. طبعا دلوقتي بقى ايه البشاميل اللي عندي بقى جاهز، شايفين قوامه حلو قوي قوي قوي، اروح جايبه اهو وحاطه على الطاجن عندي، مغطياه وحاطه الجبنه الموتزاريلا، خلاص وكده عملنا فكره تاني للبتنجان. طالما كده كده احنا عاملين بتنجان، بقى عندنا نوعين من المسقعه، الناس اللي عايزه تاكل بعيش وعايزه كده تاكل اكل النهارده بسيط كده زي ما بتقولوا ايه قرديحي، فاحنا هنعملنا الطاجن اللي هو بسيط وقرديحي، ولو عايزين بقى تظبطوا نفسكم بشويه لحمه مفرومه كده وبشاميل هتطلع معاكم تحفه. اهي البشاميل يا جماعه انا عاملاه تقيل قليلا لان انا هو كل حاجه عندي مستويه، بس هي ايه هتدخل الفرن تعمل ايه تلون وخلاص على كده. استني يا رنا عشان الايه. تمام، قولي عايزه ايه. حاضر، ماشي. بصوا بقى يا جماعه، تاني هقول تاني وكل مره بقول الموزاريلا علشان تسيح معاك، ولازم تكون درجه حراره الغرفه، تمام، لازم الفرن يكون سخن جدا، لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني ما طلعهاش تبقى ساقعة متلجة واقعد اكسر فيها، مش هتبقى معايا حلوة على الوش، هتبقى ناشفة ومش سايحة، لكن اهم حاجة يكون بدرجة حرارة الغرفة زي ما انتم شايفين كده، ماشي، وادخلها الفرن يكون سخن جدا، دي كده النتيجة هتكون عظيمة معاكم. يلا على الفرن بتاعنا، جاهزين؟ جاهزين. احنا دلوقتي خلصنا طاجن تاني من المسقعه من فكره البتنجان، النهارده يوم البتنجان العالمي، خلاص عملنا مسقعه بسيطه عاديه اللي احنا متعودين عليها، وكمان عملنا طاجن بالبشاميل باللحمه المفرومه يجنن، وهنعمل السلطه، بس هنروح لفاصل صغير ونرجع لكم بسرعه، استنونا. يوم البتنجان العالمي، لا دي مش نكته، ده هو فعلا يوم البتنجان العالمي، النهارده عاملين وصفات بتنجان، بس هتفلت مننا ونعمل عصير حلو قوي. بس قبل العصير هنعمل بقيه الوصفه بتاعتنا بتاعه البتنجان اللي احنا شويناه، للناس اللي عايزه تعمل دايت عشان ما تتهمنيش اني بتخنكم ولا حاجه، لا خالص. سلطه بتنجان والجبنه الفته
احنا قلنا المقادير بتاعتها. دلوقتي هنعمل دريسنج بسيط جدا جدا. احنا هنا هنحط الجرجير تحت وهنحطه كمان هنا على الوش، ماشي؟ مفيش ابسط منها. هنا عندنا ساندرايد توميتو هنوزعه كده، شايفين اللي هي طماطم مجففه، ممكن طماطم عاديه على فكره مفيش اي مشكله، لا موجوده عندنا. ممكن طماطم شيري طبعا لو عايزين ايه زياده ايه اناقه يعني للطبق، بس عادي جدا، ماشي. وبعدين الجبنه الفته دي بقى يا جماعه من عبور لاند الجميله، بس احنا مقطعينها، ماشي، حلوه قوي قوي. حلاوه بقى السلطه دي تعمل لها ايه دريسنج كده كمان مميز بالخل البلساميك، بالخل الايه البلساميك وشويه زيت زيتون وشويه ملح وفلفل اسود وخلاص على كده. انا هاخد شويه زيت زيتون اللي طالعين معايا من الساندرايد توميتو اللي هي بتبقى متعينه في زيت زيتون، هم دول اللي هستخدمهم. خلاص اهو ماشي، هحط اهو شويه الخل البلساميك على الزيت الزيتون برشه كمون وفلفل اسود وشويه ملح بسيط قوي، بس كده بس كده. عايزين تضيفوا ليمون كمان، يا سلام حلو قوي. وابدا بقى ايه ارشرشها عندي بالشكل ده، هطعم جدا البتنجان وهطعم جدا الجبنه، مش عايزه اقول لكم. والجرجير كمان، دايما سلطات الجرجير بتحب قوي الخل بلسمك دايما اهي. وخلص عندنا تاني طبق اللي مفيش اسهل منه، لانه نوديه على سفرتنا. تمام تمام ماشي طيب.